بنروحش على بعض كده ونلاقي المسطره والحنيه، عشان كل واحد فعلا فعلا تركيته ان ممكن تكون انا حسيت حاجه عن حقك، بس انت وصلت لنقطه هو لسه في نقطه ثانيه. امشي يا واد هتحضري عشا مع ثلاث ستات مهمين. بس الكوبري كان مكمل وقت وظائف المسميات دي، انا بحس ان انا دايما زي ايه واحده كده بتبحث في الدنيا، بقدر اسال اسئله كتير قوي وادور ومحتاجين ليه وهدفنا ايه ونعمل ايه ونحسن حياتنا ازاي ونتطور ازاي. بتكون بدون وقت طول الوقت ساعه عشان بتهرب بقى، فانا بحس ان انا اكتر مياله للسكه دي. بحب طبعا شغلي وانا زوجه وام زي اي ست زي كل ستات يعني، بس اكتر حاجه بحس ان انا بشتغل عليها دايما هي ازاي اكون احسن، ازاي اكون ام احسن، ازاي اكون صديقه احسن، زوجه احسن، ممثله احسن، احسن في شغلي، احسن كبني ادم، ازاي اكون بني ادم احسن. انجي يومك احنا اتكلمنا كتير النهارده على مدار اليوم على فكره انك مفيش مثاليه كمان. يومك الحلو بشكل عام ازاي؟ ان انام كتير بحب النوم قوي ما بنامش ما بلحقش. يومي الحلو بقى انا بصحى براحتي واخد وقتي في السرير واعمل الطقوس بتاعتي الصباحيه اللي انا مش دايما بلحق اعملها بس بحب اعملها جدا زي اسمع حاجات ايجابيه كده تديني دفعه للامان ان انا اقوم كده واستقبل اليوم بنشاط وتفاؤل اني اتعلم حاجه جديده في اليوم، اعمل حاجه مفيده في اليوم، اي حاجه بقى يعني حتى لو صغيره، بس احس ان اليوم كان له ضغط او ضغط الحاجه دي ضغط. اوكي الشخص اللي بيهمني هو الشخص اللي وراه حدوته، عنده كده قصه مش متوقف قصه كفايه بس قصه محتاجه تاني رحله عليها. انا دايما قوي بيهمني جدا الناس اللي بتشتغلوا على نفسهم، الناس طوروا نفسهم، الناس اللي كانوا في حته وصلوا في حته، حتى انا مش بقول لك الشغل سيبك من كل ده، كبني ادم كان جواه كان طور من نفسه ازاي، اشتغل على نفسه ازاي، عمل ايه، خد بيه حد، خد بيه اسره، مجتمع، ازاي قصته ما تصدق. خلاص تعالي كده بس عشان انتوا في الفيديو بتاع الكاميرا يا جماعه، الكاميرا تعالوا كده بقى شويه واحده بيكم وبعدين الفيديو خلاص مش عارفين نصور ولا ايه، تعالوا كده بقى نصورنا. انت ايه الحاجه اللي نفسك ما تبقاش موجوده في مجتمعنا؟ حاجات كتير مش عايزة يبقى في مجتمعنا، احنا دايما نصدر احكام كده على بني ادمين بسرعة أنا يومي بالظبط بتوع لما نشوف صورة ننزل بقى كده هجوم وأحكام. احنا بحس إن احنا مجتمعاتنا يعني شوية مليانة إنها قاسية أوي في إصدار الأحكام جدا باي باي باي. فنفسي بقى إن احنا نبقى less judgmental
عارف مصر كل انسى ترجع ورا ترجع ورا يلا كان ما يجيش احنا كده مش شبه بعض بس احنا مش شبه بعض لا هو احنا كبني ادمين كلنا مش شبه بعض عندنا نفس الصراعات نفس بس بحس ان تقبلنا او تقبلنا عليها مختلفه طبعا كل واحد يفكر يعني هي الرحله واحده بس احنا ممكن حد هنا ممكن حد هنا ممكن حد حوالينا ممكن حد جات من هنا يعني فهي كلنا عندنا نفس الرحله بس احنا بنطبقها كل واحد فين في الرحله دي ومختلف فيها فبنروح على بعض كده ونلاقي المسطره والحنيه عشان كل واحد فعلا فعلا تخليته اللي ممكن تطلع من احسن صحابها وحيطه بس انت وصلت النقطه هو اللي فكرت عليها ونجي لوضع هتفضلي عشا مع ثلاث ستات مهمين